انطلقت فعاليات مؤتمر ومعرض صيانة وعمرة الطائرات بأفريقيا في نسخته 31 في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير قطاع الطيران المدني وتعزيز التعاون مع الأشقاء الأفارقة في مختلف أنشطة النقل الجوي. يحظى المؤتمر باهتمام كبير من شركات الطيران العالمية والأفريقية والجهاذات الصلة كمنصة تجمع تحت سقف واحد مقدمي العديد من خدمات الصيانة للطائرات. كما تشهد جلسات المؤتمر حلقات نقاشية متعددة في موضوعات عدة يشارك بها أبرز خبراء الطيران في المنطقة، وتهدف لتبادل الخبرات وطرح الحلول المبتكرة لتطوير قطاع الطيران بصفة عامة وصيانة الطائرات والتدريب بصفة خاصة. بنشتغل في جميع الديستنيشن في غرب أفريقيا وفي شمال أفريقيا وفي جنوب الصحراء. إن شاء الله نسقنا مع زملاء في المؤتمر علشان نعمل لقاء مع شركات الطيران. إن شاء الله هيكون خلال الأسبوع الأخير من فبراير أو الأسبوع الأول من مارس، عشان نرتب إزاي نعرف نتعاون وننمي قدراتنا في أفريقيا، وهم ونساعدهم ونساعد بعض ونكتسب خبراتهم ونكتسب خبرات مننا في تنمية العلاقات للنقل الجوي. حركة النقل الجوي بتنمو يوم بعد يوم. المنتظر إن شاء الله حركة النقل الجوي العالمية تزيد في حدود 4 إلى 5% خلال الفترة القادمة، الفترة القصيرة القريبة. لازم أفريقيا والشركات الأفريقية ومصر للطيران والشركات المصرية كلها يكون لها نصيب كبير في هذه الزيادة المضطردة في حركة الطيران. بالفعل نحن سعداء بوجودنا اليوم هنا. مصر الطيران لديها من الخبرات ولديها من الإمكانيات، سواء من تدريب الفنيين أو تدريب العديد من المهندسين كذلك، وبالتالي فنحن نسعى دوما لتحقيق أعلى معدل من الأداء وتطوير منظومة النقل الجوي بالتعاون مع مصر وبالتعاون مع شركة مصر الطيران، ونحن نحاول أن نتجاوز كل هذه التحديات. هذا المؤتمر في واقع الأمر يعد فرصة رائعة ومميزة من أجل تبادل الخبرات ومن أجل تحقيق أقصى معدل من الإنتاج وتطوير قدراتنا بالتعاون مع الأشقاء في مصر. شركة مصر الطيران للصيانة فهي هي شركة معتمدة دوليا، وهي بتقدم أعمال الصيانة لأكثر من 136 شركة حول العالم. هي تواجدنا في أفريقيا وتواجدنا في أوروبا وتواجدنا في أكثر من مكان بنقدر نقدم خدمات الصيانة لشركات كبرى، وده معناها ان الشركات كبرى زي شركات سعودية، شركات أردنية، شركات تركية حتى كمان بتيجي تعمل أعمال الصيانة، بعض الشركات منهم شركات أوروبية بتيجي تعمل أعمال الصيانة. معناها ان في ثقة كبيرة في إمكانيات ومهندسين شركة مصر للطيران للصيانة.